صحيح ما كناش في أحسن مستوى متاعنا، مش هذا الوجه الحقيقي متاع المنتخب. كما قلت ما لازمناش نخافوا على المنتخب، ما له إلا أول مقابلة في التحضيرات. التحضيرات مازالت طويلة، مازالت عنا قريب الشهر معناها باش نكونوا حاضرين إن شاء الله في المقابلة الأولانية ضد المنتخب المقدوني. ماتش باهي باش نعرفوا احنا وين، معناها شنو النيفو نتاعنا، شنو مازال يستنى فينا، شنو لازمنا نخدمه، وان شاء الله معناها كما قلت ان شاء الله التحضيرات تكون طيبه وبلاش اصابات. ان شاء الله باش يلتقوا بينا اللاعبين اللي يلعبوا في انشطه في البرا، عصام جلوز تومي مصباح الصاني اللي عندهم قيمه كبيره في المنتخب، وما علينا كان اون ترافاي دافونتاج معناها ونصلحوا الاخطاء نتاعنا، وان شاء الله ربي يوفقنا في الكاس العالم. وتحيه للسي اس اس والصفاقس الكل، ومن الكل توينسا، وفريمون معناها سيتي ان بون ماتش في الصاله. يمكن اللي مع اللي صحيح يقول في الأوروب ولا حاجة، ثم لي بانو بوبليسيتير حلوين، ثم جو كبير واستقبال تحفون، وإن شاء الله في فرصة قادمة في صفاقس. متوسطة من الفريقين، يعني المنتخب المصري كان أفضل في نهاية المباريات. هي ذي بداية من التحضيرات، بعد أسبوع من التحضيرات وخرجين من بطولة كما قلت متواضعة جدا، باش نعرفوا احنا فين موجودين. ما زلنا ناقصين في النسق، ما زلنا ناقصين في التحضيرات، ما زلنا ناقصين في الناحيه البدنيه. عندنا شهر من هنا بطوله كاس العالم 12 جانفي اكزاكتومون، شهر باش نبداو اول مباراه، عندنا الوقت باش نجهزوا نفسنا، وخاصه نسترجعوا لاعبين معناتها عندهم قيمه كبيره كما وائل جلوس، كما مصباح صاري، كما عصام تاج، كما ايمن التومي. بالتاكيد باش يعطيو اضافه اخرى، اضافه كبيره للمنتخب. ان شاء الله من هنا البطوله العالم ان شاء الله نكونوا جاهزين.